ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان الجو بقى حر والواحد برضو في نفس الوقت بيحب القهوة، فالنهاردة انا قلت اعمل ايس وايت موكا، وكمان هنستخدم القهوة الفلتر. وانا برضو على نفس كلامي ان القهوة الفلتر يعتبر من اجمل انواع القهوة، وفي نفس الوقت صحية لان هي فيها اقل نسبة كافيين، فقلت النهاردة نستخدمها ونعمل بيها الايس وايت موكا. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. بس اتمنى اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة ياريت تعملوا اشتراك للقناة، وفي نفس الوقت لو عجبكم الفيديو ياريت برضو تعملوا لايك على الفيديو. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. هنجيب الفرنش بريس، وقبل كده عملنا فيديوهات كتيرة عن الفرنش بريس، برضو هسيبها لكم في صندوق الوصف وبرضو في علامة الاي الموجودة فوق الفيديو. هنضيف المية السخنة بس ما توصلش لدرجة الغليان، يعني في حدود 250 مية سخنة. دي طحنة الفرنش بريس او القهوة الفلتر، وبرضو هسيب لكم ازاي نطحن القهوة الفلتر في صندوق الوصف وبرضو في علامة الاي. كده هنضيف 3 معالق قهوة فلتر، احنا مفروض نضيف 2 بس انا عايزة القهوة تبقى مركزة عشان برضو طعمها يبان، فهنضيف 3 معالق وهنقلب. هنسيبها لمدة 4 دقايق. بعد ال4 دقايق هنبتدي نضغط كده بشويش زي ما انتوا شايفين، وبعد كده نسيبها لغاية ما نجهز اللبن. هنجيب لبن سائع، انا بفضل المراعي او لامار. انا هستخدم الجهاز ده، وبرضو قبل كده عملنا فيديو عن جهاز تبخير الحليب، هسيبه لكم برضو في الاي وفي صندوق الوصف. ممكن برضو نستخدم الفرنش بريس ونعمل تبخير الحليب، يعني الفرنش بريس بعد ما نخلص القهوة ممكن برضو نعمل بيه تبخير للحليب، بس اهم حاجة الحليب يبقى سائع. بنشغل من فانكشن وبنغير، برضو هنغير بصوا كده لغاية ما نوصل اهو ده التفويم على البارد وهنشغلها. هنضيف دلوقتي القهوة، وهنضيف شوكولاتة بيضة، اي صوص شوكولاتة بيضة او اي شوكولاتة بيضة عندنا، ونسيحها في الميكرويف وهي هتسيح وحدها اساسا في الجو الحر ده. يعني هنقلب كده كويس، وهنضيف التلج، ودلوقتي بقى هنضيف اللبن، وزي ما انا قلت ممكن برضو نعمل تبخير الحليب بالفرنش بريس. بصوا كده، بصوا يعني الشكل جميل جدا، يعني الواحد هو بيضيف اللبن كده الشكل حلو قوي. تعالوا كده بقى نقلب. تعالوا ندوق، طعمها حلو جدا ومنعشة جدا، مناسبة للجو اللي احنا فيه. بجد هتعجبكم، ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم ايه، ونشوفكم في فيديو جديد، وشكرا لكم للمتابعة.